لأن الحرام أو الإثم مرتبط بأمرين اثنين، مرتبط بالقصد، يعني يكون قاصد الإثم، ومرتبط أيضا بكونه يعني غير مكره، مختار، أن يكون مختارا قاصدا، يعني غير مجبر، ويكون يعلم أن هذا إثم فيختاره، يعني قاصدا الإثم ويعلم أنه إثم، فهو لا يأثم من هذه الحيثية لأنه لا يعلم أنه هو قصد لكن لا يعلم أنه إثم، فلا يأثم عند الله تبارك وتعالى، لكن في الحقيقة هو وقع في الحرام. يأثم ما يأثم هذا عند الله لوجود مانع، لوجود عذر، لكن هو وقع في الحرام.